الثاني والعشرون من آذار اليوم العالمي للمياه. الأمم المتحدة وجدت هذا العام أن ثمة ترابطا وثيقا بين المياه والطاقة والغذاء، ولذلك أطلقت نداء تحذر فيه من حصول أزمات على هذه المستويات. لبنان معني طبعا بهذا النداء، ولكن على الرغم من الأزمة التي يشعر بها اللبنانيون بشكل كبير، المختصون يرون أن الأمور ما زالت مضبوطة. نحن بعدنا أحسن من غيرنا، بس إذا ما جبنا الماء ما حافظنا على ميتنا منبطل on the safe side. يعني نحن ما نحافظ عليها تنكون وضعنا أحسن بكتير. نحن بنصرف تقريبا شي 1.3 مليار متر مكعب من الماء موزع على الصناعة والزراعة والمياه الشرب للناس. في هدر بالشبكات تقريبا بحوالي 200 مليون متر مكعب. كمان حتى إذا منلاحظ عبر الوقت المتساقطات بلبنان عم بتخف وعدد الأيام عم بتقل، وهي بيستدعي نباشر بخطة سريعة لنحافظ على الماء، لأن الماء هي بتشكل ثروتنا. الدولة اللبنانية أقرت في العام 2000 الخطة العشرية للمياه، وفي العام 2012 تبنى مجلس الوزراء الخطة الوطنية للمياه التي صوت عليها أيضا مجلس النواب، وركنها الأساسي التخزين السطحي. ولكن نحن بضمن الخطة العشرية درنا نفذنا مشروع واحد من 39 مشروع اللي هو سد شبروح. يعني كمية التخزين بشبروح 8 مليون متر من أصل 850 مليون متر بدنا نحطها كنا بالسدود والبحيرات الجبلية. منحكي بكل صراحة بوجود التعثر المالي اللي نحن موجودين فيه ما فينا نطور خدمات لبنان، وهيدا نداء للجميع، ما فينا نطور خدمات لبنان إن كان بالمي أو بالكهرباء أو بالطرق. تغير العالم بدك تشترك مع القطاع الخاص، بس دور الدولة وين؟ إنه تجيب هيئة ناظمة تكون هيئة ناظمة فعلية، تكون هيئة ناظمة مؤلفة من ناس لا غبار عليهم، هيئة ناظمة تحفظ حق المواطن، حق الدولة وحق القطاع الخاص. جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص مطلوبة إذن للنهوض بقطاع المياه قبل حصول الأسوأ، ولكن ضمن أطر وشروط وقوانين. والأهم أن يكون لدى الطبقة السياسية النية للتعاطي مع الملف بشكل مهني دون مواربات وحسابات، وتحرك باكرا وليس انتظار ربع الساعة الأخير كالعادة، إذ لا يعقل أن يكون بلد المياه عطشانا بعد أعوام قليلة.